Ça, ça vient de toi. Yalla. Silence, s'il vous plaît. Clap. J'y vais dedans. Puis le présentateur, Léna. Hey, what you got? Yalla, yalla. Moteur, moteur. Lancez le moteur. J'imagine que j'ai un peu de l'air comme ça, ou qu'il y a un peu de l'air. Mouzien. ودي سي 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 دومون شاد دير لك نقول لك كازي لا تجي الواز اه يا جي الواز هنا الواز لا دابا راه الكاميرا شاده عندك يلا 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 اوكي يا صح شو اكشن السلام عليكم مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج طوب ستوديو البرنامج اللي كيجيب لكم اخر الاخبار البرنامج اللي كيدوز في جو خفيف ظريف بلا بروتوكول بلا زواق بلا والو في انا في سليم وفي نبيل صافا نبيل الحمد لله بخير بخير الحمد لله سليم شنو عندك انت اليوم ما عندي والو تخرج لك قول لي عند الله تيقتيني ولا قلت لك راه موجود الاخبار لا لا سمعت عندك شي خبر الخبر اللي عندي هو ديال تسعني لا والله بصح بالله كيعالجوا كياكل شي حاجه ماشي تلا لا لا بصح الخيريه تاع عين الشق يعني كتعتبر هي اقدم خيريه في سكتوا لنا داك التليفون الخيريه ديال عين الشق اللي كتعتبر هي اقدم خيريه في كازا هذه بوها واش واحد السيد ريبوها واحد يعني ملي كتضرب في دموع الرجال يعني الراجل ما كيبكي حتى كيكون بصح ديال بصح والسيد تبارك الله يعني ولد خيريه هو يا واش يقول لك انه قاري وشاد الباك وكل شيء وغادي يخرجوه يعني ما عادش يقول لك انه ما عندوش فين يمشي يقدر يمشي ويولي يضرب الميكا وداك الشيء هاد الدراري اللي خرجوا من الخيريه واش فاتوا السن القانوني لا يعني كاينين تما الصغار والكبار شحال 18 عام كاينين لا فايتين 18 عام واخا فايتين 18 عام يعني راه ما يمكنش لهم يبقاو في الخيريه مازال كيقراو مازال كيقراو ما خدموش راه بيان سور ملي يخدم راه غيمشي ما غيقراو انا دي عارفه ديك الخيريه كتشد الدراري الصغار كيوصلوا سن القانوني كتصيفطو معرفتش فين كيصيفطوهم ما عرفتش فين كيصيفطوهم هو كيخرجوهم لا وراه هادشي اللي كيكون هادشي اللي كنشوف انا هادشي اللي كيديروا هادشي غير قانوني وراه هادشي اللي كيديروا كيتوصل بعدا قبل ما يريبوا داك ديال الخيريه خصهم يوفروا لهم واحد البلاصه فين يمشيو يكملوا نورمالمون نورمالمون ما كاينش هادشي شنو هذا ما كاينش اوكي كيوصلوا واحد البلاصه اللي كيديرها حيت هادي الحقيقه هادشي اللي كاين بقى فيه داك الصوت بزاف اصاحبي يا صاحبي شكل كاملين عارفين باللي شركه الاتصالات قطعت الفو اي بي على المغاربه يعني ما بقاش نوتي انا بالله لا 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 خلينا خلينا ندوز لا 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 متفقش راي ندلل وصافي لا لا حيت هذا الخبر مهم دابا عرفتي علاش عيد المراه ما عندكش عيد المراه بعدا ما جبتوش لي الفلاش ما جبتش لك هذا لا لا دي جابتها ليا جبت لي ايماج الله يخلي على خالتي ايماج الله يخلي على ايماج فاكتوري عندنا اليوم في العشيه في ميغاراما نضربوا الكاميرا المهم كاملين عارفين بلي خدمه ديال فو اي بي تقطعات في المغرب يعني ما بقاش الانسان يقدر يدوز ابل فيديو سوغ انترنيت وداك الشيء مؤخرا مدير ديال اتصالات في المغرب هدد المغاربه وقال لهم كوم كوا الا استعملوا الفو اي بي بشكل غير قانوني حيت الناس كيبغيو يهضروا يعني كيستخدموا فو اي بي بديل بطريقه غير قانونيه راك عارف المهم هددهم وقال لهم هاد المره غادي يكونوا غادي يخلصوا غرامه ماليه ويقدروا يوصلوا حتى للحبس يعني الا حصلوهم الا حصلوهم كيفاش غادي يمشي يحصلوهم هما راه عنده بطرق لا شوف ما عرفتش هذا القرار بعدا راه في قمه الغباء ياكشي قلت لك انا جريمه الكترونيه يعني ما تعتبر انا جريمه الكترونيه بعدا خصها تدخل المدونه الالكترونيه هي الاولى عاد باش يجرموا هذا الشيء يعني السيد كيخربق هذه هضره بلاتي هذه هضره راه ما عرفناش ما عرفناش شنو الغلط اللي كيديروا هما راه كاينين الناس عايشين بهاد اللعيبات هادو يعني ما تقدرش تجي قطعتي الفو اي بي اوكي ولكن باش تجي انت تقول لي بانك ملي كتستعمل واحد لوجيسيال اللي كيبدل الفي بي ان ولا الاي بي ديال باسي ما عندكش الحق تستعمله وعندك فيه الحبس راه ضرب من الغابه راه كاينين خوادم هنا في الانترنت كاين دي سيت اللي كيدخلوا منه من بنادم الفلوس ما عندكش الحق تدخل لهم حيت انت مغربي كضطر انك تخدم بواحد الفي بي ان ديال كندا ولا ديال فرنسا باش تدخل انت تدخل واحد الصرف وكاينين بزاف ديال الناس عايشين هذا الشيء يعني باش نتجي باش انت تجي وتقطع انا بعدا كنستعمل هوت سبوت شيلد في تليفوني وكنهضر بالواتساب وبكل شيء ملي غايجيو لك اذا هذا السيد ما معناش راه ما خدامش معنا هذا راجع دار كنخدم به و خويا بغيت تشري علينا
قال لك فيها مولاه كنتخيل راسي انا داخل الحبس فهمتي بدات تسدود على حسين بدات تسدود على لوجيستيال فهمتي بلا خويا بغيت نهضر مع خالتي امريكان اخويا تسدود على الفو اي بي شتي دوك الناس مساكن اللي عايشين على برا انا بعدا عندي ناس عائله كتعايش معاهم في هذا الشيء يوميا في العشيه كيتجمعوا في سكايب وكيهضروا مع ابار لي ديسكوسيون فاميليال ابار لي ديسكوسيون كاين الناس اللي خدامين بهذا وكنا ديجا هضرنا مع فيها في الحلقه اللي فاتت واحد مسكين تيرقص قالوا سيروا لبلاد اخرى من سكايب ومن هاد لي زابيل هاد المهم خاصكم تاخذوا بعين الاعتبار هادشي كامل وفي راسكم واحد القضيه واحد المواطن دعا الحكومه باسم البوكيرات ودعا وزاره الاتصال ودعا شحال من واحد بلاتي تفضل شحال دعا ان ار تي اول مره كنعرف سميتها انا ان ار تي معرفتها شناهي لا اول مره كنعرف سميتها فهمتيني ما كنعرفش شنو هي لاين ار تي شناهي عرفتي شنو كيدير لي دابا خصك هي الشركه اللي مكلفه بالاتصال اللي تعطي دوك الشركات ديال دوك لي طروا لي زوبيراتور ثلاثه اللي كيعطيهم بانهم يخدموا انا والله ماكش عارف بالله لا حد الشرح ديالها باش انا غادي نشرحها انا ماشي متخصص هو عارف معلومه هذه يعني من المعرفه ديالها شكرا هذه استفاده برا لا راه باغي يدير لي ديك اللعبه ديال واش ندير انا ديك كوبي تفرجتي في فيديو كبير داوديه شفتو صراحه ما كملتوش سنطيحه سالي مالك اخويا عزيز عليه الدوديه ما نهضروش على الدوديه سنطيحه لا شي خان تفكر ماكي سنطيحه ندير راسنا بحال اللي اول مره نقول لك تفاجئ دري تفرجت في فيديو كليب ديال الدوديه شفتو ولكن ما كملتوش او ماي جاد ولا واش ندوي ولا ندوي؟ لا دوي ها؟ دوي وي هذيك الفنانة واعرة لا أنا الصراحة ما كنكريتيش موسيقى ماشي الأغنية من فيديو كليب خليني نهضر دابا أنا في فيديو كليب شفتو عجبني بزاف صراحة يعني فيه تقنيات عالية جدا تبارك الله وفيه الصباغة فيه السنار في الحيط واش معاه سنار لا الصراحه انا نقول لكم واحد القضيه شي فكره ديال الفيديو كليب ديال دير سيرك وبهلوان فاش شفت التيزر قلت واو صراحه ليش العيبه شي حاجه بروفيسيونيل واعره شويه ملي بدا الفيديو اش كيبان لي لايك لا راج داكشي ما بقاتش كاين فاس واحد هاد الفاس هذا مضوي وفاس الاخر ما خلصنيش فيه الدور والله لا الواعره واحد عرفتي واحد خينا ما نعرف واش كان مرفوع عرفتي كيبان داير شويه عرفتي عيني لاحظت في الفيديو كليب كامل كلهم ديال التصوير كاينين بزاف ديفوات ديال الكادراج وكاين كيقطع عليه السنطيحه نبيل هذا الشيء الناس اللي بروفيسيونال في التصوير وداك الشيء هما اللي يقدروا يلاحظوا هذا الشيء ولكن راه ابار الناس انسان عادي غيشوف الفيديو ما غيعجبوش حيت ما مخدومش مزيان ما كاينش حتى عرفتي واحد كيسرق وواحد كيغرب المهم الناس اللي يتفرجوا في فيديو كليب عرفتي ديك اخر لقطه ديال السنطيحه فاش كيدير واحد الشطحه ديالها هذاك الساط اللي واقف على يديها بحال اليمن شوفوا كيفاش غادي يدير عرفتي الساط ما حافظ شنو غادي يدير كيقلب من اللي موراه وكيقول لك لا كيدير ديك السنطيحه خصو يديرها دارها وشويه يقلب اليد الاخرى هذا الشبح ديال الضحك راه تيرى المتعه لا ولكن كليب واعر كيبقى كليب واعر يعني شوف الدوديه خلينا نديروا لغه الخشب حدانا خشبه لا الدوديه كفنا حنا ما كنهضروش على الدوديه لا حنا كنخشيتي غير ولكن فيديو كليب يعني انا كنصحها واحد النصيحه انا بغات تخدم شي حاجه نقيه لا لا يمكن هي طاحت في هذا اللي صاب الكونسيبت ولا اللي صوروا ولا دير شي كل واحد يعني شو انا كنشوف انه ولا كلشي كوبي كول علاش ما تحاولش دير انا كنحتار واحد الفنان مؤخرا داك احمد شوقي يعني دار واحد ستيس ديالو نقي ستيل ديالو ما عندكش فين تكري شي ما تقدرش تقول لا واخد من عند فلان لا واخد من عند فلان وفي راسك واحد القضيه بانه ما نعرف فاش تفرجت في ذاك الفيديو كليب قدرت انني نعرف شي لعيبات هو بان الفيديو كليب تحط قبل بسيمانه تحط شنو وقع لهم راه الفيديو كليب اللي جيتي تلاحظ مزيان ما مخدومش مزيان 100% لحقاش اللي جيتي تشوف اللوغو هي بزاف ديال شي حاجه تصايبت بالزربه لحقاش شنو وقع لهم خرج من الفيديو كليب يعني
كون زادوا صبروا عليه واحد لقيت واحد اخر صافي الناس كلهم يناشوا فيه خرج بلا ايطالوناج مخرج بحال اللي مسروق من البروجي يلا ايطالوني واحد جوج لقطات ولا ثلاثه وكل واحد في الستيل باش كاين من بعد يعزلوا الستيل لا يديروا في فيديو كليب كامل هادشي ما لاحظتوش لا لاحظت التكنيك التكنيك مو انا ما كنفهمش فيه زربوا عليه راه ما مخدوم مزيان مزيان حيت داك الفيديو بان لي بان داكشي اللي صوروا اللعيبات كدا هذا هنا فيديو كليب اللي كدار عليه داك ما تشوقي ولكن في الاخر كيبقى عمل زوين اوريجينال والموسيقى شفتي انا وصور في جامعة الفنا شفتي السياحة وهذه بين السياحة في المغرب لا والموسيقى كانت واعرة بزاف تعرفنا خاطر شوف شي حاجة اوريجينال رضوان الصاط رضوان او او كيخدم مع القرع شي بلال الاخر بيتبول بيس ايموش فاكتوري غادي تلونسي واحد المسابقه جديده على القناه ديالها اللي هي توب تي في هذه المسابقه ديالها ديال لي كوفر يعني كاع الناس اللي كيديروا لي كوفر ولا باغين يديروا شي كوفر بروفيسيونيل ولا باغين يديروا حتى فيديو كليب كاع وكان عندهم ديسك ديالهم واجد داكشي واعر سليم عنشير عليك بهذا الميكرو يصيفطونا لي فيديو ديالهم دي فيديو سيلفي يعني ما تضربوش تماره ما تقلبوش انكم تصوروا بكاليتي كبيره ولا بصوت كبير ولا بواجد داك العالم كامل نساو عندك تليفون غادي تصور كوفر سيلفي وغادي تصيفطونا في الميل اللي غادي تكتب لك دابا هنايا ولا غادي تلقاها في لا ديسكريبسيون عرفت خديجه علاش قتلات واش فهمتي ولا لا اشير عليك بالميكرو الله يشوفكم اللي فين مكتوب ما شافوش من الكاميرا صيفطونا لي فيديو ديالكم وان شاء الله في كل شهر نعزلوا جوج ديال الناس اللي غادي نصايبوا لهم دي كوفر زوينين واحد الكاليتي زوين اللي بغى يصور ويحطوا في يوتيوب يصيفط لنا ليها مرحبا واللي بغى يصيفط لنا الفيديو ابلوديه في 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 ميل مرحبا موراها غادي نجمعوا دوك لي كوفر كاملين غندير لهم فيديو واحد وغادي نحطهم وكل واحد غادي نعزلوا اللي غادي يربح بشحال غادي يجيب ديال الفوت يعني الناس اللي غادي يختاروه انا غنربح انا غنربح اش غتربح تكرس الارض دبوس تعال لا 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 عايشين بالكوكو صافي سالوا الاخبار اش غنبقاو جالسين كنديروا يلا صافي قولوا قولوا لا لا عجبتكم الحلقه يمكن لكم تبارطاجوها باش توصلوا بجديد باش توصلوا بجديد يمكن لكم تابوناو في لاشين ديال يوتيوب ديالنا ودخلوا على السيت ديالنا www.toptv.com ودخلوا تمايا ودخلوا لاشين تاع اليوتيوب وديروا سبسكرايب بلاتي مازال خصنا نديروا جيم في لاباج ديالنا في فيسبوك وكاع داكشي اللي كيدار بالرجوله هذا غندي معايا هذا غندي معايا عجبني 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 بسلام 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 راني تشالنجي لا صافي الشفرة حرام خاص الواحد او ماي جاد